حبيبتي. طب بتعرفي توصفيني؟ انت حدا موز بجنن، وجهك حلو هيك ومرتب، وايديك حلوات، بس بطلي اجلي، شو رايك؟ حبيبتي يا ري اختي حبيبتي يا روحي حبيبتي ماما. انا بحياتي يعني ما شفت، بس امي الضوء اللي انا بشوفه، الله لا يحرمني منها ان شاء الله. احنا قررنا اننا نكون العينين اللي بتشوفيهم يارا. يارا علمناها انه اتحركي واحنا وراكي، امشي واحنا السند والظهر والامان لإلك، ما تخافي. يسعدها احلى بنت في الدنيا حبيبتي. حبيبتي الله يبارك فيك. أنا اسمي يارا قواريق، عمري 19 سنة، طالبة في جامعة بيرزيت في السنة الثانية. يلا بسرعة. اتخصصت بمجال الموسيقى العربية لأني أنا من خلال الموسيقى بوصل رسالتي، ومن خلال الموسيقى بوصل إحساسي، وأنا صوتي شرقي بحت. حالياً أول دفعتي والأساتذة كلهم بيفتخروا فيي وبيحكوا لي إنه أنت من أشطر الطلاب اللي مرقوا على كليتنا. ألا فسقيني كاستي وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي ليالي. ثقة بنفسي أنا هي اللي مخليتني أواجه كل حدا ممكن يعني يزعجني أو ممكن يتنمر علي. أنا بحب أضلي مبسوطة طول الحياة ومتفائلة وما أتشائم، لأنه التشاؤم بسبب الفشل، وأنا حدا ناجح، هيك بعتبر حالي حدا كتير ناجح. أنا طفولتي كانت حلوة إلي وصعبة على أهلي. أنا عائلتي احتضنتني ووقفوا كل مستقبلهم عشاني. شو عندك محاضرات اليوم يا رو؟ تاريخ الموسيقى الغربية بس، مش غير مهارة المحاضرة. مع مين تاخديها؟ بس هدر، بس هدر صح؟ مش معي باي شيء. اخترت إنه حياتي توقف تبدأ حياتي يا رو. كان الكل بحكي لها فاشلة وإنه أنت بتضيع في عمرك علشانها. حكيت لي يارا اسمعي، بدنا نتحدى كل الدنيا وكل واحد بحكي عنك فاشلة، وخلصت التوجيه بمعدل 90.8 بعد رسوب، فطبعاً رح أكون فخورة في حالي. بدون مساعدتها كان ما طلعت متأسسة صح، بجوز لهلا بعرف شقرأ زي العالم. هي تعلمت بريل عشان بس تعلمني يعني. تعلمت كتير عن معلومات عن عالم الكفيف اللي أنا ما كنت أصلا بعرفها. تعلمت كمان أحرف البريل. إيش ماما شو بتعملي؟ أنا بلشت رياضة بعد الخلايا الجذعية، لأنه كان لازم ألعب رياضة كتير عشان هي جزء من العلاج كان هو الرياضة. كتير ناس هيك بيستغربوا مني لما ألعب رياضة. ما بعتبر إنه إحنا ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا ذوي القدرات الخاصة. أنا فخورة في يارا، أنا والعيلة وأبوها، كل العالم، كل أصدقائنا فخورين بيارا. عندها إرادة تسوي من الحجر بني آدم. عن جد ماما حبيبي، مثال للأم الصبورة والمثابرة في كل شيء. هذا الولد العم تبعي حبيبتي يارا.
إذا بغيتوا تشوفوا قصص أكثر من قصة إنسان، شاركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، واللي عجبكم الفيديو شاركوا الرابط مع أصدقائكم وكتبوا لنا تعليقاتكم، واللي عندكم مقترحات وبغيتوا تشوفوها كقصص في قناتنا كتبوها لنا في التعليقات.